أحييكم في كل مكان. البديل لرئيس مجلس النواب ما زال حتى الآن هو مثار البحث والجدل والنقاش داخل المنظومة السياسية. القوى السياسية السنية إلى اللحظة تتحرك من أجل ترتيب أوراقها بشكل ينسجم مع تطلعات ورغبات القوى السياسية الأخرى، والحديث هنا عن القوى الكردية وكذلك القوى الشيعية المتمثلة في الإطار التنسيقي الذي ينتظر لحظة الحسم والاتفاق سنيا من أجل عدم تكرار ذلك السيناريو الذي حصل في جلسة الاختلاف وعدم الاتفاق، حينما تم التصويت بشكل منفرد من بعض أعضاء أو نواب الإطار التنسيقي لمرشح آخر غير ذلك الذي تم الاتفاق عليه داخل منظومة قيادة إدارة الدولة. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك اتفاق سريع بين القوى السياسية من أجل لملمة الأوراق بشكل يسمح لها لاختيار من يتمكن من إدارة مجلس النواب بالأصالة لا بالوكالة. وسنيا، هل الأمور باتت مهيئة للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الاتفاق وتحديد العنوان وتحديد هوية الرئيس البديل عن السيد الحلبوسي، أم أن ذلك التمسك الحاضر من قبل تقدم ربما هو المعرقل الأساس في هذه القضية؟ وماذا عن موقف الإطار؟ هل هو معرقل أم منتظر لحسم الخلاف والصراع داخل المنظومة السنية؟ وأين نضع الحديث الذي يصدر من شخصيات سياسية سنية عندما تتحدث عن نوايا ورغبات للإطار التنسيقي بجعل هذا المنصب يدار بالوكالة لحين الوصول إلى موعد انتخابي جديد؟ أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، أمين عام تيار المد العراقي الأستاذ الفقار حسين، ورحب جنابك أستاذ الفقار كل الترحيب، والسياسي المستقل أستاذ صباح الكربول، ورحب جنابك أستاذ صباح كل الترحيب. شكرا جزيلا. وعن تيار الحكمة الأستاذ سامي الجيزاني، ورحب جنابك أستاذ سامي. وخلينا نبدأ من حضرتك أستاذ سامي، الحديث دائما في هذه القصة قصة الاتفاق على اسم بديل عن السيد الحلبوسي، أن الإطار التنسيقي يناور إلى اللحظة لا يوجد اتفاق سياسي حقيقي داخل الإطار التنسيقي حول هوية البديل لهذا الموقع. هل القصة تتعلق برغبة ونوايا الإطار التنسيقي فعلا، أم أن الأمر بات منحصر بشكل كامل داخل المنظومة السياسية السنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم. شكرا. بداية، هنالك حرص من قبل الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة، حرص على الثوابت في داخل المشهد السياسي، والحرص الأول على حفظ حقوق الفائزين باعتبار أنه تقدم هي صاحبة المساحة بتمثيل المكون. هذا جانب. الجانب الثاني هو أيضا جانب فني، أنه من الضروري أن تكون هنالك شخصية تحظى بإجماع وطني، باعتبار اليوم حتى المكون الاجتماعي الأكبر عندما يطرح رئيس وزراء ما ينظر للمساحة الشيعية فقط، ينظر للمساحة الوطنية، هل هنالك إجماع، هل هنالك مقبولية. بالتالي هذه المساحات هي لا تمثل مكونات، عندما ترشح تمثل مكونات، ولكن عندما تتصدى تمثل الوطن بكل عناوينه، تمثل المشهد السياسي. هنا مشكلة الخلاف، هنالك من لديه رغبات شخصية في داخل الإطار وفي الأخوة الكرد وحتى في رغبات شخصية. بخصوص شنو؟ علاقات شخصية، قرب وبعد. أنه أنا اليوم مختلف مع فلان، بغض النظر عن إمكاناته، أنه أنا صديقي فلان فكون أنا أدعم باتجاهه حتى يصل لهذه المساحة المهمة. احنا نظرتنا لا مختلفة، ما ننظر للأسماء بقدر ما ننظر للمقبولية وحفظ الاستحقاقات، لأن احنا اليوم إذا عبرنا على الاستحقاقات احتمال بالدورة الجاية رئيس الجمهورية نقع بنفس الإشكال أو رئيس الوزراء. بالتالي يجب أن نحفظ التوازنات في داخل المكونات حتى لا تكون سنة وبالتالي نذهب باتجاه أربعة خمسة قاعدين يقولون. ما هو سنيا أكو رغبة بإخراج هذا الموقع من تقدم، هذه شو راح يتعامل بها؟ لا، هي احنا مو مع الرغبات. الإطار الآن لديه رؤية أنه احنا مع الفائز. من الفائز؟ الفائز من حقه أن يغير شخوص، أو من حق المعترض أن يغير شخوص، ولكن يبقى الفائز يحتفظ بفوزه لنهاية الدورة البرلمانية. أنا اليوم ما أجي أصادر 40 نائب. بس الإطار منقسم أستاذ سامي في هذه القصة، دليل عندنا من صوت للسيد سالم العيساوي ومن صوت للشعلان الكريم. هذه الجلسة كان فيها
نوع من عدم الاستقرار بإنتاج القرارات. تغيرت الآن القناعات؟ الآن تغيرت، هنالك وقت كافي، هنالك رغبة حقيقية لدى الجميع، كل المشهد الوطني لديه رغبة حقيقية بتصفير هذه المساحة، وأن نصل لرئيس مجلس النواب بالأصالة، باعتبار أنه استقرار المؤسسة التشريعية راح يلقي الظلال على من؟ على المؤسسة التنفيذية، الحكومة، وعلى السلطة القضائية، وعلى كل المشهد الوطني. هذا الاستقرار اليوم احنا نحتاجه، خصوصا احنا اليوم هنالك استحضارات مبكرة لانتخابات، هنالك انفتاح للبلد، هنالك اتفاقيات توقع، بحاجة ان يكون مجلس النواب حاضر بالمشهد برئيس قادر على تمثيل كل العراقيين، لا تمثيل رغبات شخوص. راح نحتاج وقت اطول؟ ما اعتقد، اكو رغبه جاده اليوم، اكو البارحه يوم امس اكو اجتماع، اليوم اكو اجتماع للاطار، وهذا الاجتماع ما ناقش الاسماء ولكن ناقش الاليات، هنالك حديث عن تغيير بالنظام الداخلي حتى نذهب لجلسه جديده تعوض عن الجلسه التي ما هو هذا اللي راح يسبب مشكله، الحديث عن تعديل النظام الداخلي، الاطار لديه رغبه في التعديل وبالتالي سيفتح باب الترشيح حتى يقدم مرشح من تقدم، حتى نحفظ الفائز ما نحفظ احنا، والقضية محسومة. في ظل هذه المعادلة الرئيس القادم سيكون متقدم، هنالك رغبة ونحن جزء من هذه الرغبة، الحكمة جزء من هذه الرغبة، انه احنا نذهب لحفظ حقوق الفائزين بغض النظر عن اسماء الشخوص. جيد، تمام استاذ سامي، هذه نقاط مهمة ابدا الحديث فيها مع حضرتك استاذ صباح، ورحب بجنابك. شكرا. يبدو ان الموقف واضح بالنسبة للقوى السياسية الشيعية في طريقة تعاطيها مع البديل عن السيد الحلبوسي، لكن المشكلة سنيا، هل هناك فرصة لحلها، لحسمها، للملمتها بشكل سريع، لولا الصراع سيتسع مع مرور الوقت؟ شكرا على الاستضافة، تحية لجنابك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناة سامراء. في الواقع بعد 20 سنة يعني من العملية السياسية، يتطلب في الواقع يعني ترسيخ عادات وتقاليد وأعراف برلمانية داخل المجلس، يعني ما معقولة نرجع إلى نقطة الصفر وتكون يعني المشاكل والمواقف يعني مزاجية أو يعني مصالح يعني فئوية وكذا. حقيقة احترام يعني السياقات والتقاليد البرلمانية في أي مجلس كان حقيقة تعتبر يعني من الأعراف ومن السياقات المهمة للجميع، لازم احترمها حتى يعني تمضي العملية السياسية بسلاسة وباحترام وبتقاليد وأصول. في الواقع السني بشكل عام، وهذه الصراع حول منصب رئيس مجلس النواب اللي مضى عليه أكثر من 5 أشهر، يتطلب في تقديري إيثار وتضحية من كل الأطراف حتى ممكن أنه هذا المنصب ينشغل بشخصية مرموقة من الأخوان الموجودين. ليش الإيثار؟ ما يقول لك أنا عندي استحقاقي وأريد أخذ استحقاقي، ليش الطالب نبي الإيثار والتنازل؟ يعني هو العملية السياسية حتى تنجح لابد حقيقة أن الكل عنده استعداد للتضحية من كل الأطراف حتى تمشي الأمور بالسياق الصحيح. يعني ترشح الشيخ شعلان الكريم وصار حقيقة يعني وصل إلى 152 صوت، وهو يعني فتشي حقيقة مميز، ولكن للأسف يعني كان المفروض أنه تستمر الجلسات ورجل يأخذ فرصته، ولكن بدأت الاعتراضات والمشاكل اللي معروفة. احنا أمام يعني مفترق طرق، يا أما نعدل النظام الداخلي ويصير ترشيح جديد حقيقة من تقدم من الأخوة الآخرين، وأما نكمل يعني الجلسة الأولى، جلسة ثانية للمرشحين الأخوان النائب سالم العساوي ودكتور محمود المشداني وكذا، أنه يدخلون. السيناريو الأقرب من وجهة نظرك أستاذ صباح، الأمور وين تتجه؟ والله حقيقة تدري أنت، لتعديل النظام والبقاء على نفس الأسماء. مجلس النواب طبعا الأغلبية المطلقة هي الأخوة الشيعة، يعني بالإطار التنسيقي هم حقيقة لديهم القرار في هذا الموضوع. يعني عجب متفقين مثل ما تفضل الأستاذ يعني أنه تكون يعني فرصة تقدم تستمر، لابد أنه هي المعلومات تقول أنه تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي من أجل تقديم مرشح من قبل تقدم. يعني هو ما أدري، هو وموقع الرئاسة سيبقى لتقدم. يعني قلت لك يعني الأغلبية المطلقة هي تحكم هذا الموضوع، يا أما تمشي باتجاه تعديل النظام الداخلي أما تستمر الجلسات. هذا التأخير منه يتحمله بالدرجة الأساس؟ الإطار لو المنظومة السياسية؟ لا هو المجلس النواب بشكل عام صراحة.
مجلس النواب شنو دخله؟ اي لا مجلس النواب طبعا مو اسماء تاتي من القيادات يتفق عليها وعليه ان يصوت، يعني هي مجموعه الكتل الحقيقيه اللي تحسم هذا الموضوع بالتفاهم. وقلت لك لازم اكو احترام حقيقي لقضيه التقاليد البرلمانيه والسياقات الموجوده حتى لا تكون عندنا سوابق يعني شاذه بصراحه. فلا بد من احترام المواقف واحترام الكتل واحترام المكونات. يعني بعد 5 أشهر يعني استحقاق المكون السني لابد أن يأخذه، ولابد حقيقة أن ينشغل المنصب بشخصية سنية حسب يعني التقسيم العملية السياسية. جيد، أرحب بجنابك أستاذ الفقار. ربما تحالفكم يتضرر إذا ما تم الاتفاق على رئيس بديل، على اعتبار أن الأساس الآن هو من يمسك بزمام الأمور في مجلس النواب. لكن خليني أسألك في قصة الاتفاق على بديل، القوى السياسية الآن في ظل هذه المدة اللي هي 5 أشهر كما عبر عنها قبل قليل الأستاذ صباح، هي تأخرت هذه المدة لأنها تبحث عن بديل مناسب أم الصراع على الامتياز وعلى الموقع هو السبب في كل هذه القصة؟ في البداية تحية لك أستاذ علي ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناتكم الغراء. أستاذ علي بالمناسبة يعني أنت خلينا نكون واضحين، الطيف السياسي اليوم منقسم الى 3 توجهات. يعني التوجه الاول انه يبقى الحال على ما هو عليه ويبقى الرئيس المندلاوي، باعتبار انه الفتره اللي قاد بها ل6 أشهر كانت فتره هادئه جدا ومستقره سياسيا وبدون مشاكل نهائيا، وكانت الجلسات منتظمه وكانت القرارات تمشي بيسر وسهوله وكان بها اداء جيد برلمانيا. هذا التوجه منه جزء من الكتل السياسيه تبحث عن هذا الاستقرار وحتى بالاطار اكو ناس تريد. بالتالي بالمناسبه ليس فقط في الاطار، حتى في الاتجاهات الاخرى موجوده ناس تقول لك احنا ما طول ماشيه السفينه ماشيه خليها ماشيه. يعني سنيا موجود هذا؟ اي نعم، حتى سنيا موجود وحتى كرديا موجود. فبالتالي يعتبر انه الرئيس المندلاوي خلال ال6 أشهر الماضيه كان اداؤه مستقرا جدا هادئ، قدر انه يسير بالبرلمان لمسافه جيده بدون اشكالات. والدليل على ذلك انه خلال هاي ال6 أشهر لم يظهر على الاعلام اي مشكله برلمانيه. واضح جدا هذا الموضوع، هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى هنالك توجه اخر للاتيان برئيس برلمان ضعيف يكون عليه مسيطر عليه غير قادر على انه خلق جو جديد لمقعد رئيس البرلمان. هذا توجه منه استاذ الفقار؟ الرئيس الضعيف، الرئيس الضعيف من يعني بعض الاطراف السنيه تبحث عن رئيس ضعيف، يقول لك انا اليوم الرئيس القوي سياخذ الشو، سياخذ البطوله، سياخذ الاضواء، سياخذ الكذا، فبالتالي انا ما احتاج عن هيك رئيس، انا احتاج رئيس يمشيني هال6 شهور 8 شهور هالسنه زمان اللي ماشيه ذني حتى اوصل الانتخابات وينتهي الموضوع، انا ما اريد واحد ياخذ الارض من عندي والجمهور من عندي والواقع العام من عندي. فهذا اكو ايضا طيف اخر من هالاتجاه، واكو طيف ثالث اللي احنا نتبناه واخواننا بالحكمه يتبنوه اللي هو احنا نبحث عن رئيس حقيقي، رئيس حقيقي لمؤسسه تشريعيه تقود مرحله مهمه بتاريخ العراق. هاي واحد. لا انت مع التوجه الاول ومع التوجه الاخير؟ لا احنا مع التوجه الاخير، احنا مع التوجه الاخير. يعني انت جنابك قلت متضررين، بالعكس احنا مو متضررين، احنا نبحث عن قوه المؤسسه، نبحث عن التشريع الحقيقي، نبحث عن قياده حقيقيه للمؤسسه. فبالتالي مو كلش نهتم بفكره انه الولاءات، نهتم بفكره الشخص القادر على اداره المؤسسه للمرحله القادمه. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه جنابك اشرت الى انه فكره الاستحقاقات السياسيه، طبعا الاستحقاقات السياسيه هذا شيء مهم باعتبار انه هذا نتاج لعمل جماهيري، نتاج لعمل انتخابي، جهد انتخابي ولد اصوات ولد مقاعد، فبالتالي هاي لازم تكون ممثله بصوره صحيحه. لكن هل هذا يعني انه الاتيان بكائنا من يكون والله لانه هذا من الجهه الاكبر او من الاستحقاق الانتخابي الاكبر؟ لا، هذا مو حقيقي هذا الموضوع. يجب ان يكون مثل ما تفضل الاخوان، هنالك توافق على الاسم، هنالك رغبه بالاسم، هنالك قدره على بناء علاقات شراكه مع الاخرين. انت اليوم من تقعد على كرسي رئاسه البرلمان زين، يجب ان تكون رئيس برلمان للجميع، انت مو رئيس برلمان لطائفتك او لمجموعتك او لحزبك، انت رئيس برلمان للجميع. والدليل اتوقع هسه احنا من نحكي قبل شوي قلت لي متضررين، اقول لك احنا اليوم تقول لي رئاسه البرلمان عقب، اقول لك فعلا متضررين، ما لنا علاقه به لا من قريب ولا من بعيد نهائيا، باعتبار انه الاساس نعى بنفسه بالكامل عن رئاسة البرلمان، رئاسة البرلمان بالسيد محسن المندلاوي باعتباره رئيس البرلمان العراقي. احنا كاساس اليوم كتلة حالنا بقية الكتل، ما لنا ميزة اصلا بهذا الموضوع، ما نمتلك اي ميزة اضافية بهذا الموضوع. اذا على انه من ياتي الى هذا المقعد ان يتعامل مع الجميع بسواسية. هاي واحد. الموضوع الاهم من هذا كله،
احنا المؤسسه التشريعيه خلال فترات ماضيه مرت بمشاكل كثيره، مرت بازمات، مرت بصراعات، وتعرف انت هاي الصراعات تنعكس وين؟ تنعكس على الشارع من جهه، وتنعكس على الاداء الحكومي من جهه. فتره الاستقرار الماضيه نتمنى ان يكون مراعاه لها من الاخوان باختيار هو استقرار لو ماكو حدث في مجلس النواب، لا بالعكس فيه جدل. بالعكس اصلا العمل مستمر بشكل كبير، لكن اكو شغله مهمه، الانسجام والتوافق عالي جدا، فلهذا ما تشوف شيء. يعني انت دوام بشكل يومي، جلسات مستمره، جدول جلسات مستمر بشكل طبيعي لحد الان، يعني يمكن على مدى 6 اشهر هاي يمكن تسجل كحادثه، انه جدول الجلسات ينزل وما يصير فيه اي تغييرات. يعني انت اليوم تذكرون سابقا جدول الجلسه ينزل وباخر لحظه ينشال منه فقره وتنضم اذا بحدث قوي يتغير. لا هذا لا يحتاج الى توافق، يحتاج الى اكو استقرار اتفاق. اكو استقرار داخل المجلس، واكو استقرار في قراءه الاداره، الاداره الموقع السلطه او موقع القرار داخل المجلس قدر انه يحيد كل خلينا نقول الضغوطات الخارجيه، وقدر يتوجه بصوره صحيحه. تمام. النقطه المهمه كلش اي حتى انه هل رئاسه المجلس ستكون على قدر المسؤولية وتراعي الأزمة العراقية، باعتبار أنه إحنا تعرف اليوم وضع عام، يعني عندنا إيجابيات كثيرة مقابلها عندنا مشاكل كبيرة، يعني نحتاج أنه من يوازن بين هذه. جي. إذا كان جاي حتى بس يقعد على الكرسي ويراعي جماعته وربعه، وخلينا نقول هذه راح اتحدث فيها وياك استاذ الفقار، انه ما هو المطلوب من رئيس مجلس النواب في الفتره القادمه والفتره القليله المتبقيه من عمر الدوره البرلمانيه، لكن بالنقاط اللي ذكرتها خليني اتحدث فيها مع الاستاذ سامي، وايضا ساتحدث فيها مع الاستاذ صباح. استاذ سامي، هناك اكثر من توجه داخل الاطار وداخل المنظومه السياسيه بشكل عام، لكن التوجه اللي تحدث عنه الاول انه بقاء سيد المندلاوي على رأس إدارة هيئة الرئاسة في مجلس النواب، هناك تخوف سني من هذه الفكرة أن ثمة عمل داخل الإطار التنسيقي يسعى هذا العمل لبقاء أو الإبقاء على السيد المندلاوي لحين الاقتراب من موعد الانتخابات. يعني هذا الرأي أنا ما سامعه، بس أعتقد هم مو صحيح. ليش؟ اليوم مكون كبير كريم لديه طاقات وكفاءات، أما إذا تتحدث عن رغبات شخصية فرغبات شخصية موجودة، لكن بالعمق لا، لا الإطار ولا ائتلاف إدارة الدولة ولا مجمل الفضاء الوطني يقبل أن تبقى أحد الرئاسات شاغرة، باعتبار أنه العراق بلد يمتلك كفاءات وإمكانات كبيرة، ولكن المشكلة الأساسية أنه من قادر على التمثيل. هنالك اليوم هو كل نائب انعكاس لجمهور وانعكاس لثقة الناس، وما بي مشكلة كل الأخوة النواب، ولكن هنالك فارق بالقدرة على القيادة، بالقدرة على الاستيعاب، بالقدرة على ضخ طاقة بداخل المؤسسة التشريعية وإبراز هذه الإمكانات للجمهور من خلال عمل حقيقي. اليوم أنا أنظر يعني مجلس النواب في كل قرار مفصلي وجوهري يواجه صعوبات. يعني احنا اليوم مقبلين على مرحله حساسه من تاريخ العمليه السياسيه، هنالك كثير من ما تحدث الاستاذ الفقار قبل قليل، الاداره الان مختلفه. الاداره مختلفه ولكن ما لامست قرارات مفصليه. يعني هنالك قرارات يعني طبيعيه، اليوم القرارات المفصليه تحتاج الى اراده، تحتاج اليوم احنا في داخل المؤسسه التشريعيه حتى جدول الأعمال أو حتى عملية تشريع قانون أو إلغاء قانون يحتاج إلى تحضيرات سياسية. تمام. باعتبار أنه واجهنا إحنا مشاكل لما أنت تيجي تجيب مشروع قرار وأنت ما منسق مع القوى السياسية وتنزل بالمجلس، ما راح تقدر تاخذ به تصويت، وحتى إذا كان به تصويت راح ما يكون بالصورة اللي أنت تريدها، يعني ما راح ياخذ أغلبيات، ما راح ياخذ دعم هذا القرار، ولكن عندما يكون هنالك استحضارات، مشاورات مع القوى السياسية، إقناع القوى السياسية المترددة، بالتالي راح يكون عملية إصرار لإنتاج قوانين تلامس حياة الناس. اليوم القوانين ذات البعد المالي قوانين مهمة، لأن بها يترتب عليها أثر مالي، جاية مشكلة جداول الموازنة، الاتفاقات الاستراتيجية تحتاج إلى قوة برلمانية تؤيد أو ترفض، من يراقب الموازنات مثل ما تفضلت، وكثير من القوانين معطلة تحتاج إلى عملية إعادة إنضاج، تحتاج إلى عملية تشريع. إحنا مشكلتنا الأساسية مو بالشخص، مشكلتنا بالآلية،
نحن نريد أن نحافظ على الآلية بالاختيار. ما هو احنا وفق هذه الآلية الخطأ سنختار الشخص الخطأ. لا أنت اليوم ما أنت لأن آليتنا مو صحيحة. أوكي أنت اليوم هذا المكون أو هذه الكتلة اللي هي صاحبة الامتياز هي عندها أكثر من 40 شخص. ما من المعقول إنه ذول 40 ما بيهم فد شخصيتين قادر على. إذا ليش تأخرنا هذه الأشهر؟ تأخرنا بسبب الخلافات في داخل المكون. أنت اليوم لا نتعامل مع الأكثرية وأحسم القصة. ما هي الجلسة الأولى واجهت مشكلة وبالتالي المشكلة سببها الإطار سوسان. طبعاً رغبات يعني دولة شخصية. دولة القانون كانت عندهم رغبة الذهاب مع السيد محمود المشهد. أتحدث لك عن رغبات شخصية، ولكن لو كان هنالك في داخل المكون السني الكريم رغبة حقيقية بإنهاء هذا الجدل واختيار رئيس لمجلس النواب لمضينا من قبل شهر جيد. رمضان. الآن لو نفس القصة ستعاد، لديك تقدم قدم ما لديه من أسماء وبقت الجبهة الأخرى عزم قيادة سيادة رافضة لفكرة أن يكون لتقدم، راح تبقى نفس الأزمة. راح أنطيك موقف، ماكو جماعة سني. راح أنطيك موقف، الإطار فيه قرار داخلي لن يذهب لأي جلسة دون جمع تواقع وتنسيق مع قيادات الكتل السنية. شون هذه الكتل راح توقع لتقدم؟ لا مو توقع. أنت اليوم لما تجي تطرح اسم هو أنت ما ضامه موجودين هم 40 يطلع منهم رئيس. جيد. مو صحيح؟ تمام. بالتالي هذا الاسم أو الاسمين راح يطرح على القوى السياسية وتبدأ عملية حتى لا نوقع بخطأ الجلسة اللي ما وصلنا بها النتيجة. حتى في داخل الإطار، حتى في داخل ائتلاف إدارة الدولة، في كل المشهد الوطني نصل لمرحلة الإمضاء ومن ثم نحدد جلسة. إذا أنتم تنتظرون مرشح المكون مو مرشح تقدم. مرشح تقدم وفيه إجماع من المكون. تقدم يجب أن يعمل لإقناع شركائه في ضرورة أن داخل المكون خلاف وصراع كبير الآن. لا هنالك عمل، هنالك عمل، هنالك جهود استثنائية اليومين اللي مضن هنالك عمل وحراك. ولو تلاحظ يعني أنت حجم الزيارات السياسية بين القيادات السياسية حتى الإقليم اشترك بالموضوع ودخل. شون الإقليم اشترك؟ وجودهم في ائتلاف إدارة الدولة. الإقليم حاضر بالمشهد والقضية أيضا تعني ولديه كتلة برلمانية. هذا الجهد الوطني اليوم كله منصب لقضية تصفير هذه القصة. بالتالي هذه كلها تأثيرات وحسابات، والعمل السياسي مبني على التأثير والمصلحة. خارجيا هسه خارجيا أنا ما أقدر أحكم، بس بعض الصور طلعت بها رسائل. بعض الصور لضيوف أتوا إلى البلد كانت هنالك رسائل قد تكون رسائل إيجابية. ما أريد نظلم من رسائل سلبية. جيد حدث بالعامل الخارجي وتأثيره في هذه القصة، لكن صباح خلينا ناقشك بنفس النقطة. أنه لديكم تخوف الآن داخل المنظومة السياسية السنية من أن تشتغل أطراف معينة برغباتها الشخصية كما عبر الأستاذ سامي، أو برغبات حزبية أوسع لبقاء هذا المنصب يدار من السيد المندلاوي لحين انتهاء هذه الدورة أو الاقتراب من موعد الانتخابات. يعني أولا هو استحقاق مكون بصراحة، ونعتبر احنا مضي هاي الفترة 5 أشهر يعني نوع من الغبن والظلم على المكون، أنه المنصب الأول يتعطل بهاي الطريقة. مع احترامنا طبعا للأستاذ محسن المندلاوي ومن أداءه ناجح حقيقة في المجلس، وهذا لكن هذا لا يلغي يعني استحقاقنا بصراحة. هو ظلم داخلي، القوى السنية ظلمت نفسها. والله حتى الكتل الأخرى من خلال يعني الاصطفافات اللي صارت ظلمت حقيقة الاستحقاق المكون بهذه الطريقة. ولو احنا تعودنا للأسف يعني بالعملية السياسية انه منصب رئيس الوزراء مو تعطل 8 أشهر وكذا، يعني خلافات حادة تصير بين الكتل على اختيار المنصب الأول، فنقبل الخلاف، نقبل هذا التأخر حقيقة إذا كانت هناك نوايا صادقة في يعني الاستعجال في قضية تمرير رئيس مجلس النواب. وتعرف جنابك أنه هذا المنصب يجب أن يحظى بموافقة الفضاء الوطني الإكراد والأخوة الشيعة. بس خلي يحسن سنيا بعد تنطلق للفضاء الوطني. أحيانا الأدوار الأخرى تعطل حقيقة. أدوار منو اللي أدوار الأطراف الأخرى إيه؟ الصفافات يعني كل كتلة متبنية واحد من الأخوان يعني هذا هم تعطل حقيقة بالنتيجة. ولكن مثل ما تفضل هذا عن قصد دوسو تخطيط. تدري السياسة مصالح
ولكن حقيقة احترام وجود المكون وتمثيله يجب أن يحظى بتقدير من الكتل الأخرى. زين، وإذا كان تدخل إلها يكون تدخل إيجابي وليس سلبي في سبيل تعطيله وحقيقة إشغال الدور يعني من شخصيات أخرى. هذا من جانب. من جانب آخر يعني حتى تكون سياقات يعني محترمة حتى بالمستقبل، يعني لابد أن تكون عندنا مثل ما أشرت للمداخلة الأولى أعراف وتقاليد الكل يحترمها، حتى ما يكون تجاوز ولا يكون هناك رغبة بأطماع أو بإشغال مناصب أخرى. من غادر منطقة العرف وننتقل إلى منطقة الدستور ونشتغل في الدستور؟ إحنا الأعراف صار 22 سنة تنقلنا من مشكلة إلى مشكلة. يعني شوف بهذا يعني هذا الموقف الأخير، يعني بالتأكيد الدستور نظمه والقانون نظمه، ولكن تعطلت لأسباب يعني اعتراض على شخصية الشيخ شعلان، هو اللي أجل الموضوع كليته. عموما مجلس النواب هو مركز الحياة السياسية بالعراق، ولابد حقيقة أن تكون بمثل ما أشرت. شنو اللي يمنع الآن أن يكون هناك اتفاق وإجماع سني على اسم محدد؟ وين المشكلة؟ يعني شوف كل الكتل السياسية، مرسال سامي ذكر لك أن احنا ننتظر اسم يحظى بالإجماع. شوف الكتل السياسية عبارة عن صراع على المصالح، هذا ما تقبل غلط، بين المكون الشيعي والكردي والسني، بس احترام السياقات والتقاليد مطلوب انه الكل حتى تمشي الامور. يعني ما يصير انت يعني كتلة صغيرة على سبيل المثال عندها رغبة ان تاخذ رئاسة البرلمان، زين، وشو يمنعها؟ يمنعها اولا احترام الاخرين للسياقات الموجودة وللقانون وللدستور والتزامها حقيقة بهذا الموضوع. اشار الاخ على جدول الاعمال وكذا انه بالمجلس النواب، جدول الاعمال في على سبيل المثال في فرنسا يعد قبل سنه او قبل 6 أشهر شفناه مجلد الكبرات جدول اعمال مجلس النواب، وانه مو بالطريقه يتغير ولا بالامزجه ولا كذا، اكو عمل حقيقي، اكو عمل محترم، اكو تحضيرات للنواب حتى يحضرون مناقشه القوانين والكذا، فهاي السياقات الفنيه وجدول الاعمال كذا حتى يكون منتج مجلس النواب لابد ان يحترم هذه القضايا، مو تبقى يعني خاضع. يعني احنا بعد 20 سنه ايش ننتظر؟ يعني ننتظر النواب تتكرر اخطاء حقيقه ننتظر من الكل؟ ما جاوبت على اكو احساس بالمسؤوليه. ما الذي يمنع الان المنظومه السياسيه السنيه من الاتفاق على اسم واحد؟ واحده من عدة تدخل الاطراف الاخرى، هذه واحدة، لأن هو تصويت مو بس المكون السني، الأخوة الآخرين هم يساهمون حقيقة بنجاح أي شخصية أخرى. تدري الأغلبية يعني شنو العوامل الأخرى؟ يعني 180 نائب من الأخوة الشيعة والكرد بحدود 60 و70 نائب والمكون السني، فتدخلات الفضاء الوطني جات تلعب حقيقة على أوتار يعني حساسة حقيقة في المشهد. تمام. في سبيل يعني هذه راح نناقشها ايضا، لكن استاذ الفقار انت كنت تتحدث مثلا عن طريقه الاداره الصحيحه، الاستاذ سامي يتحدث عن ان الظروف ربما نوعيه التشريعات الموجوده حاليا هي اسهل بكثير من بعض الاشياء التي قد تكون حاضره في مجلس النواب في الفتره المقبله، لذلك القوى السياسيه الان لا تبحث عن صفقة أو صفقات لتمرير رئيس مجلس النواب بقدر ما تبحث عن المواصفات. إلى أي حد تتفق مع هذه المعادلة أن المنظومة السياسية الآن سنيا شيعيا كرديا تبحث عن المواصفات ولا تفكر في الصفقات؟ صار علي خلي يما نحكي بالواقع يما نحكي بالأحلام. إذا نحكي بالواقع فالكتل السياسية لا تفكر بطريقة المواصفة، تفكر بطريقة الصفقة، انه هاي الصفقه شلون اقدر استفاد من عندها، شنو اللي حيكون بمصلحتي كذا، والدليل انه الموضوع صار له 6 أشهر لحد الان لم يحسم واحنا قاعدين نناقش اليوم بعد 6 أشهر. اي لان نبحث عن مواصفات. لا ما كنا نبحث عن مواصفه اطلاقا، 6 أشهر ما حد كان يبحث عن مواصفات، يبحث عن صفقه، صفقه ناجحه مرضيه، وبالتالي لاحظت انت داخل البرلمان اثناء عمليه التصويت ولدت حوالي 4 صفقات. صفقة باتجاه سين من الناس، صفقة باتجاه صاد من الناس، فهاي الحقيقة. لكن نحن ما نسعى له أن تكون هنالك إرادة نحو المواطنة، أنه أنت
فكرة انه استحقاق سين من الناس واستحقاق صاد من الناس، بس هذا استحقاق انتخابي نحترمه ما عندنا مشكلة به، لكن اكو مشكلة اكبر. احنا التخندق بهذه الطريقة والاستحقاق المكوناتي الضيق بهذه الطريقة، هاي الزوايا الضيقة اللي تحصر المواطن بها هم مو صحيحة. يعني انت اليوم يا اما تعامل على انه مواطن عراقي يشمل من الشمال من اقصى نقطة بالشمال الى اقصى نقطة بالجنوب فهو مواطن عراقي، فبالتالي ايا كان هو يقدر يمثل هذا البلد، هاي واحدة. اثنين انه عملية خندقة المواقع بهالطريقة هاي واعتبارها انه هذا دستور، هذا شيء مكونات، انا شلون اوافق؟ سيدي الكريم انت اليوم يهمك منو يقعد على كرسي رئاسة البرلمان او كرسي رئيس الوزراء كشخص، لو يهمك الاداء. يعني في بلد مثل العراق هل تستطيع ان تضع لموقع رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان سني او كردي في كل المواقع؟ استاذ علي هي هنا اصل المشكلة. انت نبحث عن الشخص ام نبحث عن مثل ما قريت المواصفة؟ نبحث عن الاداء. انا محتاج اداء، انا اليوم كدولة كمجتمع يقول لك مع مراعاة التوازن جيد. هسه انت يعني هاي مو شوف، احنا بعد 20 سنة من هذه التجربة الطويلة يعني اتوقع لازم نكون تعلمنا وفهمنا شنو الديمقراطية وفهمنا شنو التمثيل الحقيقي للمواطن وفهمنا شنو حقوق المواطن والمؤسسة الحاكمة شنو هي مواصفاتها، فبالتالي هذا لازم هاي مجموعة المواصفات كون احنا صار عندنا ادراك بيها وادركنا انه المقعد او الكرسي او المنصب هو ليس حكرا على احد. هو ولا يمتلكه مثلا كان يتحدث فيه الاستاذ سامي، هو بعيدا عن المكون يذكر لك نحن مع استحقاق الاغلبية السياسية. جيد جدا التقدم خوش. هسه هذا هم هنا نقطة، يجوز بعض الاطراف تجمع اكثر من نواب تقدم خلاص اذهب وياه. جيد يعني هو اذا نحن مع الاساليب الديمقراطية مع الاساليب الدستورية مع من قادر على اقناع الاخر، منو عنده القدرة يقنع الاخر؟ يعني انا اليوم زين امتلك 50 بس انا ما قدرت اوصل لك فكرتي، شنو وسائل الاقناع المطلوبة؟ هو نظام الديمقراطية هي هنا ان شاء الله علينا ان نفرق بين الاقناع. شوف ان ننتقل من فكرة اقناع الفكرة والبرنامج الى الصفقات. احنا مشكلتنا اليوم الاقناع هو صفقات، انه انا راح اخذ كذا وانطي كذا. احنا نريد ننتقل من هاي المرحلة الى مرحلة المشروع الفكرة. يعني باعتقادك اذا ما سمعنا خبرا بالطريقة التالية، اتفاق القوى السياسية على مرشح بديل عن السيد الحلبوسي خلال الفترة القريبة، بشكل مباشر الانطباع لديك سيكون انه تم الاتفاق وفق الصفقة؟ يعني هذا المؤشر الاول يكون، او احكي لك بصراحة اكثر، خليني قبل شوية الاخوان اشاروا الى وانت جنابك اشارت الى العامل الداخلي والعامل الخارجي. نعم. احنا لغاية الان السياسة العراقية العامل الخارجي مؤثر بقوة بيها. نعم. وهذا شيء واضح، يعني ما له سر ولا اختراع. زين، لكن العامل الخارجي في لحظات وفي اوقات خلينا نقول عليها مفصلية مثل الوقت اللي احنا به كان تدخل واضح باعتبار جمع الفرقاء كلهم على في قاعة واحدة. هسه مثل ما قال الاستاذ انا هم ما اريد اسوء الظن، اقول احسن الظن، اقول اخوة زعلانين وواحد صديق لمهم بيناتهم قعدهم سوا، يا بيتوا ربع واخوة بيناتكم ماكو غريب. زين، هسه هذا في شيء ايجابي، لكن لا يزال العامل الخارجي مؤثر. واتوقع بعد الزيارة الاخيرة زين اكو نتاج سريع راح يكون زيارة اردوغان. طبعا راح يكون نتاج سريع لان الاخوة لو ظالين بيناتهم هم يتخذون القرار بيناتهم. يعني تعتقد انه نوقش هذا الامر في زيارة؟ 100%. ويفترض انه وضع على جد. شلون وافقت التشريفات في مجلس الوزراء على هذا الموضوع؟ يفترض انه الضيف يضع جدول اعماله بالكامل. هسه شلون وافقت؟ شلون وافقت يقعد بما وراء علم عراقي؟ زين شلون وافقت؟ ما نكون نظير، هذا بروتوكول، ما نكون نظير. لا ما نكون نظير، لا هي بالسفارة، بالسفارة التركية. لا السفارة لا، السفارة تحمل علم الدولة مالتها. انا مو داخل السفارة استاذنا. لا داخل السفارة. صار داخل السفارة. مو داخل السفارة. شو اسمه؟ بدار الضيافة. دار الضيافة. دار الضيافة. المهم بالنتيجة سموا هذا موضوعنا المكان وكذا، مو هي مشكلتنا التفصيلاتنا. مشكلتنا الرئيسية نقول انه الفضاء الوطني، الاجماع الوطني، اي اسم تريد تختار له، يجب بالنهاية ينهب بنا وين؟ الى ساحة المواطنة. انه احنا كنا مواطنين، علينا ان نخفف فكرة انتماءاتنا خلينا نقول العشائرية، الطائفية، كذا، نخففهم ونصعد فوقهن المواطنة. المواطنة راح تحلك هواية من هاي المشاكل، هاي المشاكل اللي احنا هسه نعيشها، شنو سببها؟ سببنا احنا رجعنا المواطنة للخلف وقدمنا فوقها هواية امور ثانية. لا، رجع صعد المواطنة سويها رقم واحد،
ونزل ذني جواهر ما راح تعاني هاي المشاكل كلها. في بلد النهاية راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك أداء متوازن لمواطن مو لمكون مو لطرف. سمحت لي، لا في بلد مكونات حقيقة يجب احترام أي مكون أن يكون له تمثيل بحياة السياسية. الأخ الطريقة هاي. الأخ تفضل. رئيس وزراءها مسلم. لا. وهي دولة مسيحية. أنت ما تقارن ببريطانيا، هذا واحد. اثنين. هذا راح يدعو إلى استبداد الأكثرية. ماكو استبداد الأكثرية. لا لا. قد أختلف. عندك وجهة نظر وأنا عندي وجهة نظر. إيه تفضل. احنا اليوم بالعملية السياسية بصراحة جاي نلمس حالة تطور، خصوصا ان العملية السياسية شهدت انتكاسات، فترة داعش، فترة عدم الاستقرار الامني، هذه كلها ارهاصات القت بظلالها على المشهد وبالتالي اثرت على المشهد السياسي. كل ما طول الفترة احنا اليوم جاي نلاحظ كل دورة برلمانية وكل حكومة نلاحظ مثل ما تفضلوا الاخوان منسوب المواطنة بتقدم ولكن مو الطموح. زين. اما الان تجي تتحدث لي عن الغاء، لا يمكن الغاء، لكن خليني اتحدث باللي كان يتحدث به الصادق قبل قليل، موضوع الصفقه، انه هل القوى السياسيه وصلت الى حاله من النضج في طريقه تعاطيها مع الاحداث الكبيره كحدث انتخاب بديل عن السيد الحلبوسي لمرحله البحث فقط عن المواصفات والتدقيق في شخصيه الاسم المرشح دون النظر الى مفهوم الصفقه؟ احنا عندنا تجربه قريبه، تجربه الانتخاب الاخير، اعتقد وحديث الاموال والصفقات، اعتقد احنا بعيدين عن الصفقه. الصفقات بصراحه الصفقات احيانا تدار في فتره تشكيل الحكومات، اعطيني وزاره انطيك وزاره، اعطيني سفاره انطيك سفاره. الان اكو استقرار في جسد الدوله العراقيه ولا يوجد مربعات غير مستقرة، جميع مستقر. حتى قصة اختيار رئيس مجلس النواب قد تؤثر وتتأثر في موضوع الاستحقاقات الأخرى على مستوى الوزارات داخل المكون السياسي. لكن لا. الجولة الأولى الانتخابية كان بها الكل يعرف توزيع أموال ولا عندك الوزارات وما ثبت فرق شيء. حلفوهم لا لا، احنا لجنة تحقيقية. أكو فد قضية مهمة اليوم، احنا لما نتحدث للجمهور كون نتحدث بأدلة. هواي نسمع السوشيال ميديا مليئة، أكبر دليل، لكن أنا اليوم بالموضوع أكبر دليل صحيح، لكن أنا اليوم أتعامل مع وقائع. الوقائع تقول أنه رئاسة مجلس النواب الآن تخضع لرغبات شخص متنافسين في داخل المكون. اليوم ما سمعنا شخص من المكون الاجتماعي الأكبر عنده رغبة أن يكون رئيس مجلس النواب. مذكر لك أستاذ صباح يقول لك أنتم بشكل مباشر وغير مباشر تلعبون دور المعطل في هذا الامر. لا، نحن نلعب دور العامل المساعد اللي ندعمون مرشح على مرشح. لا، احنا اليوم نحافظ عن شنو؟ نحافظ على حقوق الفائزين كتلة الاكبر. يعني انا اليوم اريد شخص، خلي نقلب المعادلة على المكون الاجتماعي الاكبر. هنالك كتلة في داخل المكون الاجتماعي الاكبر عندها 50 مثلا، وكتلة لديها 20، وكتلة لديها 10. جاء الأخوة شركائنا بالبلد من الكرد ومن الأخوة أنفسنا وقالوا إحنا مرشح العشر مقاعد نريد نطير رئاسة وزراء. يمشي الحال؟ ما راح يمشي، ما يمثل مكون. أنا اليوم أتعامل مع 50 حتى أخذ صوت الأرض. الصفقة والتضامن قد يؤثر. عندنا تجربة التيار الصدري كان فائزا وغادر، اضطر للمغادرة برغبته، اضطر للمغادرة لا برغبته، ما قدر يشكل، ما قدر يشكل وغادر. اي وفق اي آلية ما قدر يشكل؟ توافقات. خلص، اذا هي القضية مبنية على توافقات. لكن انا اليوم اتحدث عن مساحة محروزة. لا يوجد منافسة من باقي المكونات، واحد. اثنين، محددة لمن هاي المساحة. ثلاثة، هنالك افضلية شخوص، بالتالي من الاخوة النواب لديه القدرة هنا، وين تكون نقطة القوة؟ من الاخوة السنة عذرا النواب لديه القدرة على اقناع اكبر عدد ممكن بالفضاء الوطني وفي داخل المكون، بالتالي راح يحظى بثقة، ثقة اغلبية ونمضي. اما تتحدث لي عن العامل الخارجي بالعراق وفي غير العراق، العامل الاقتصادي مؤثر، العامل الجغرافي مؤثر، العامل السياسي ايضا مؤثر. احنا نتحدث بالمستوى اللي موجود بالعراق، حداثة التجربة يا اخي. انت اليوم لما تتحدث عن بلد تعرض لاهتزازات وولادات من الخاصرة ونظام، يعني انت كل انتخابات احنا نخوضها بقانون، منين تلقى الاستقرار؟ هاي كلها نوافذ للتدخلات.
لكن احنا اليوم ننظر بنظرة استراتيجية نشوف الامور لو حسمت استاذ سامي الان بشكل سريع، هل سنقول ان ادارة الاطار ادارة تحالف الدولة بشكل عام هي التي حسمت ام ان زيارة اردوغان هي اللي حسمت؟ يعني انا اقدر اعطيه النسبة 70 لائتلاف ادارة الدولة و30 لزيارة اردوغان. هذه الثلاثين على من اشتغلت؟ شخوص اشتغلت على كل المنظومة سنيا كرديا شيعيا؟ لا شيعيا وكرديا ما الموضوع مو يمهم، مستقرة مربعاتهم، لكن على المكون السني. وأنا أعتقد تأثير شخوص مو تأثير فرض، يعني أخذ المنصب من مساحة وإعطاء لمساحة في داخل المكون، تفضيل شخوص على شخوص، وبالتالي سيحسم الأمر. هناك قرار وطني. احنا اجتماع الاطار الان اللي هو الاجتماع الان ايش تتوقع منه؟ انا اليوم يعني اتوقف عند حديثك، لا نصور للجمهور ولكل المساحه الوطنيه انه هنالك املاءات وهنالك فرض، لربما نستانس برايي. وين المشكله؟ هي العلاقات السياسيه مبنيه على بس نسبه 30% نسبه كبيره تصل الى درجه التاثير. الجلوس والصورة والحديث اللي صار ينطيك إيحاء أن هنالك قرار اتخذ. أتحول لاجتماع الإطار، لو كان الإطار غير جاد لما عقد اجتماع استثنائي، لو كان الإطار غير جاد لما دعا لتغيير قانون النظام الداخلي في المجلس لإعادة الجلسة. هذه كلها مؤشرات إيجابية، مؤشرات جدية في إنهاء هذه القضية والوصول لرئيس مجلس النواب. استاذ صباح، الامور لو حسمت فان للزيارة الاخيرة للرئيس التركي دور وتأثير واضح، تتفق مع هذه المعادلة؟ يعني تدخل ايجابي وانهاء ازمة هو مقبول؟ مقبول لحد ما انه باتجاه الصحيح. انا حقيقة بس اريد اعلق على موضوعة الديمقراطية بالعراق. احنا ما عندنا ديمقراطية مثالية، عندنا الديمقراطية ممكنة. المجتمعات اللي متكونة من أكثر من مكون أو مذهب أو أصول حقيقة لا تحكمها الديمقراطية المثالية، تحكمها الديمقراطية الممكنة، وهذا مفهوم موجود بالعالم. بالنمسا موجود، بلجيكا موجود، بسويسرا. ولا شنو تفسيرك أنه الإقليم كردستان حكم ذاتي على سبيل المثال؟ ف قضية حقيقة وجود المكونات وأوزانها بمجلس النواب وبالكذا حقيقة يجب أن تحترم يعني خصوصية المكونات. حتى قضية بالدستور من نص على الصلاحيات اللامركزية للمحافظات وإعطاء هذا المجال من الحرية في، وحتى التخصيصات المالية. لك الفكرة الآن تحولت إلى أحزاب تتصارع تحت بند المكونات. إيه هو هذا الواقع، يعني انت شو تسوي؟ هي هاي الديمقراطية، هو تنافس بين وصراع بين الأحزاب، ولكن يجب احترام خصوصية المجتمعات الموجودة. يعني انت البلد لازم. وهل يستطيع كيان سياسي سواء كان سني او شيعي او كردي يقول انا من يمثل المكون؟ طبعا هاي تحكم الديمقراطية والانتخابات بنسبة التمثيل. بنسبة التمثيل لا اقصد كطار. حس اليوم الإطار كإطار يستطيع أن يقول هو من يمثل المكون الشيعي بنسبة 80%؟ يعني هو هذا الانتخابات لعد شنو 80%؟ طبعا الإطار التنسيقي يمثل المكون الشيعي بنسبة 80%؟ طبعا. أنت اليوم الأغلبية الصامتة هي أيضا من جمهور الإطار. لا أنا أقصد بغض النظر عن اللاعب السياسي، ما أنت اليوم من تتحدث عن من يمثل ماكو منافس. يعني انت تركت للمنافس السياسي 20% اللي هو التيار الصدري مثلا. لا انت ليش تحكم على التيار الصدري؟ لا مو احنا نقصد على المشارك في السياسه، انت اليوم على المنطقه الرمادية. لا ارجع لي نسبه المشاركه بالانتخابات. هذا الجمهور اللي مشترك هو من يمثله؟ ما حد يمثل. الاطار يمثل، لانه ما اختار ممثل. لا الاطار برضاته. انت اليوم ليش ما شاركت؟ اذا انت راضي بهذا التمثيل. ما مقتنع نسبيا بس ما مقتنع كليا. زين هسه هذه بإرادة حديث طويل ارجع لك بها، تفضل. هو حقيقه هاي قضيه جدليه، يعني الاغلبيه الصامته الموجوده كل المكونات يعني 20% اللي تشارك بالانتخاب. هو موقف بصراحه، موقف من العمليه السياسيه وكذا. ما قدرنا للاسف انه نشجع ال 80% انه يجون وينتخبون ويعبرون عن يعني امالهم وطموحاتهم. عموما الديمقراطية هي طريقة حكم، اسلوب حكم، يعني
وبالإسلام احنا وأمرهم شورى بينهم أهل الحل والعقد، ولكن النظام الديمقراطي يقول لك صندوق الانتخابات هو اللي يحكم. هسه اكو ناس تنازل عن حقها تروح للانتخابات، هذا شيء خصها، ولو بعض الدول تعتبره واجب، يعني مو حق انه تجبر اي مواطن لازم يروح يدلف صوته حتى لو يعني يشطب على الورقه مالته بدون ما يعلن التصويت. الحسم استاذ صباح لو تم سيكون باراده داخليه او خارجيه؟ لا، هو بالتاكيد طبعا هو المفروض يعني امر داخلي، وعندنا مشروع وطني كل الكتل. احنا ما نحكي بالمفروض، الامتدادات موجوده استاذ علي، كل الكتل موجوده ومعروفه، يعني هسه المواطن كلها يعرف ولاءات اللي طهر التنسيقي وين لا معروف، هذا ما حاجه واحد يحكي بيه، بس خف ولاءات مرور الوقت تخف مرور الوقت. ولاءات القوى السنيه وين؟ يعني شوف، المكون السني هو امتداد لدول عربيه ولدول اسلاميه موجوده بالمنطقه. الشيعه مواطنين مثلا وما عندهم امتدادات عربيه؟ اكيد اكو امتدادات لكل الامور. اقول لك انا حتى الأحزاب عابر الحدود بصراحة اللي موجودة واللي قريب. لا، يقول لك حددت الامتداد العربي بالقوى السياسية السنية. ايه، هو امتداد الإطار وين؟ سألتني أنت. ايه، قلت لك كل الأحزاب الموجودة امتداد الإطار وين؟ عندها امتدادات. بس عرفنا امتداد المنظومة السنية، امتداد الإطار وين؟ أنت تعرف أكثر من عندي. لا، أنا أسألك إلى أنا مو مهم أنا أعرفه وما أعرف. فأستاذ علي، العملية السياسية مخاض، مخاض ديمقراطي، وحقيقة للأسف قضية النمو بي والنضج تتعطل يعني بسبب أو آخر. لحد الآن لا يوجد عندنا مثلا أحزاب منظمة، يعني تنازل مثلا بالانتخابات رئيس الحزب حتى العالم تقتنع أنه نقول لك هذا جو ديمقراطي، وهم نفسهم رؤساء الأحزاب السنية والشيعية. جيد أستاذ صباح، خلينا مع الأستاذ الفقار في هذه النقطة. قصة التمثيل لدينا فهم حقيقي لموضوع التمثيل، وبالتالي عندما نتحدث عن هكذا مواقع نعطيها الاستحقاق الحقيقي وفقا لنظرية التمثيل المتفق عليها في كل دول العالم عندما نتحدث عن عمل سياسي. أستاذ علي، يعني مشكلتنا احنا هي ارجع بفهم الديمقراطية والتعامل معها والتعاطي معها. هسه احنا نقول ناس احنا حديثين عن الديمقراطية، دا نتعلمها شوية نمشي ونوقع نعثر نشبح ما ادري شنو، ما يخالف ماكو مشكلة بهذا الموضوع، لكن انهم اعادة الاخطاء هي المشكلة. يعني انت غلطنا اول مرة عرفنا يا هذا غلط لازم ما نكرره، هي هاي المشكلة. التحول من مرحلة التخندق الطائفي والتخندق خلينا نقول الاجتماعي وإلى مرحلة المواطنة، الساحة الأكبر الفضاء الأكبر المواطن العراقي، هذا يعطي أريحية بالتعامل بالتعاطي ما أدري شنو. يعني نطلع من هاي النقاشات، يعني هسه قبل شوية يعني أنا شوية بدي أسجل اعتراض على نقطة أنه الكيانات السنية كذا هاي وأمقها عربي ما أدري شنو كذا. زين أدري، نرجع إلى فكرة أنه الشيعة جاي من الهند، كلام مو مقبول. هو يقول لك امتداد ايران. يعني انا هسه انا ارجع، انا رجال مدني لا اؤمن بفكره انه شيعي سني عربي، انا اؤمن بشغله انه هذا مواطن عراقي، هذا اللي افتهمه، غير هيك ما افتهم. المواصفه الخاصه مالتك تخصك الك. ما هو تقسيم القوى المدنيه ايضا لها امتدادات. لكن هاي مشكله استاذ الغالي استاذ علي، اكو مشكله تسويق هذا الخطاب مرة ثانية بهذه الفترات اللي احنا دا ندعي بها انه التهدئة، ندعي بها المواطن انه ينتقل من مرحلة اللي هي الازمة الاجتماعية، الازمة التخندق الطائفي، الى مرحلة بناء دولة، الى مرحلة النظام المؤسساتي، الى مرحلة الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني هسه اليوم من يجون يقولون احنا دا نشوف انجازات، دا نشوف عطاءات، ما حد يسأل انه هسه يعني من تجي انت تروح خلينا نقول بالانبار تكريت كذا، من تروح تقول لهم يا محمد الشاع يشتغل زين لو يشتغل عوج، راح يقول لك يشتغل زين. زين هم راح يخطر في باله يسالك انه محمد الشاعر ترى هذا شيعي جاي من العماره، ترى هذا ما ادري شنو، ما له دخل المواطن، ما يخص هاي الامور، يخص الانجاز اللي يوصله. فبالتالي احنا لازم نطلع من هاي الاطار، وينعكس وين هذا عملنا؟ ينعكس حتى على من وانت هذا ضربته مثال لو حقيقه تشوف اكو شغل واكو منجز. لا اكو رجل عنده عمل، عنده عمل، يجوز انا تقييمي للعمل بحاله معينه، كان نظرتي اعمل في مجال السياسه فافهم الشغل، تختلف عن نظره المواطن، المواطن يباوع اللي يشوفه بعينه قدامه، ما يفهم اللي انا وياك شلون نفسره. القصد ارجع لنقطه رئيسيه، هذا التدرج لازم يصل بينا الى مرحلة صناعة ديمقراطية حقيقية عراقية. هسه عفنا من الديمقراطية العالمية، شنو نحتاج؟ عفنا من المواصفة العالمية للديمقراطية، شنو نحتاج؟ صادق نحتاج اولا
انه نطلع من ثوب الطائفيه. هاي اول نقطه لازم نطلع من عندها، لازم نربط شغله واحده، الصفقات والمصالح مع الكفاءه. عمي هسه ما نقول صفقات ماكو، ما نقول مصالح ماكو، بس اربطوها بكفاءه. يعني انت لا تروح تجيب لي شخص سيء لا يمتلك اي مواصفه لمجرد انه قدم افضل صفقه. يعني مو هي هاي مشكله. سيتم اختيار رئيس قوي يمتلك مواصفات؟ بتوقعاتي لن يكون هنالك رئيسا قويا. لن يكون هناك رئيس قوي لسبب بسيط كلش. وانا سؤال الرئيس لا لا مو الرئيس القوي راح يعلق بروجيكتر كبير ويطفي لايتات الصغار. استاذ صباح، سيتم اختيار بديل قوي؟ ان شاء الله. مواصفات يقود المجلس، مجلس واجهه ومركز حياه سياسيه، لابد ان يكون شخصيه قويه. استاذ سامي، الاتفاق سيكون على شخصيه قويه دول العكس؟ لا مو شخصيه قويه، شخصيه قوي في الاداره لازم، هاي من اهم. انا متقوي ديكتاتوري. لا لا احنا اليوم بحاجه الى شخصيه مثل الوطن. قضيه، والقضيه الثانيه يجب ان تكون عنده مؤهلات. هذه مؤسسه تشريعيه، المؤسسه التشريعيه الام بعد الدستور. بالتالي نحتاج الى شخص يمتلك خبره وامكانات عاليه ولديه القدره على الاحتواء. هو راح يتعامل مع كل العراقيين، ما راح يتعامل مع راح تركزون في موضوع امتداداته، امتدادات الشخص المرشح. ضروري ضروري انه اليوم يكون الشخص امتداداته وتاثيره يجب ان يكون. امتداداته الداخليه والخارجيه. سأنت قضية الخارجية خلينا نحطها بخانة العلاقات السياسية. ليش نخليها بخانة بين قوسين؟ العلاقات الخارجية مطلوبة. ما نتحدث عن حكومة نخليها في خانة العلاقات السياسية. العلاقات السياسية حدودها واضحة جدا. الله يخليك، واضحة جدا. أنا ما أدافع. العلاقات السياسية واضحة جدا. أنا ما أدافع. العلاقات السياسية ولكن لا أجافي القاعدة هاي بصورة معينة. أنا ما أدافع ولكن لا أجافي الحقيقة. جيد. اليوم إحنا أكو علاقات لدى بعض الأطراف، هذه الأطراف لما تسأل يقول لك علاقات سياسية، تواصل، استشارة، خبرة، شأنه. أنا أشكركم جزيل الشكر ضيوف الكرام، شكرا جزيلا أستاذ صباح الكربولي، أشكرك وكل شكر لك أستاذ الفقار، ودائما أشكركم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.